ودلوقتي هنروح لموضوع كنا فتحناه الحلقة اللي فاتت لما تكلمنا عن جروب على الفيسبوك اسمه أمهات مع إيقاف التنفيذ، وتكلمنا مع ولاء محمد والدة الطفل آسر واللي قالت إنه ابنه مخطوف من والده، بس الحقيقة إنه الأستاذ مصطفى الرويني والد الطفل آسر طلب حق الرد، وطبعا هيدا من حقه وهو معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير أستاذ مصطفى، اتفضل قول ردك على اللي قالت. تفضل انك دلوقتي حق الرد. سريع كده، مين هو مصطفى الرويني؟ مصطفى الرويني هو اصله مطلق من سنتين في الانفصال، الطلاق تم مؤخرا. طول السنتين دول كان ليا يعني تساعد ايجابي في موضوع تغيير قوانين الاسره، ارسلت صفحه مع تمرد كوميك ضد قانون الاسره، وكنت بجانب مع الناس اللي عايزه تغير القانون، وكنت مؤمن بالتغيير تماما، وكنت ضد حرمان طفل من امه زي ما انا ضد حرمان طفل من ابوه. نخش في موضوع المداخله واتهامي ان انا خطفت اسر، ده عكس الحقيقه تماما. انا كنت خارج مع ولادي ثاني يوم العيد الصغير اللي فات، وخروج عاديه خالص كانت بعد انقطاع عن رؤيتهم حوالي شهرين او ثلاث شهور تقريبا. الام رافضه ان انا اشوف الولاد، وقدرت بطريقه او باخرى ان انا اقنعها ان احنا نخرج بيهم في العيد. خرجنا فعلا واحنا قاعدين في مكان بسيط جدا في اسكندريه على البحر. الولاد طلبوا ايس كريم، يلا يا ولاد نجيب الايس كريم من المحل المشهور اللي كل الاسكندرانيه عارفينه، جنبينا ما يبعدش عننا اكثر من 200 متر. هي قالت سيب واحد وخد اسر معاك، سيب ادم خليه قاعد معايا. خدت اسر وقمت اجيب الايس كريم من المحل، بكلم اسر وانا رايح اجيب الحاجه، لقيته بيقول لي بابا انا مش عايزك تتحبس زي ما ماما بتقول، بابا انا عايزك ترجع تعيش معايا وعايزك ابقى موجود معاك طول الوقت. عايز يا حبيبي انا شغلي بعيد عنك وباخد فيه وقت طويل عشان اروح وارجع، بس دايما باجي لك ودايما باجي لادم ودايما بشوفكم ودايما بحاول اتصل بيكم لما بكون موجود او في اجازه ما بينكم. بابا لا ما تسيبنيش، خدني معاك وانا مش عايزك تتحرك او تتكلم زي ما ماما بتقول عليك. لا اراضي مني طلبت الايس كريم وطلبت كل شيء واخدت اليوم شيء. طب خدت ابنك بدون ما تستاذن الوالده؟ اسف على مقاطعتك. معلش هو مش ملكيه خاصه. لا لا مش كده، الابن ده او الطفل ده ما بين الاب وما بين الام. انا طول فتره الانفصال اللي هي سنتين مش تسع شهور، مش تسع شهور زي ما الام قالت، سنتين من 7/2016 لغايه النهارده سنتين وشهرين. طول الفترة دي أنا ما شفتش ولادي أكتر من ثلاث مرات. كل مرة ومرة بيبقى الانقطاع ما بينهم بالعشر وبالثمان شهور وبال 12 شهر ممكن ما بشوفش الولاد. بشوف الولاد بس برغبتها هي وباختيارها هي. هي اللي بتحدد الميعاد وهي اللي بتحدد المكان. هي اللي بتحدد هشوفهم إمتى ومش هشوفهم إمتى. أنا مش مبسوط إن أنا أخدت ابني من أمه، أنا مش مبسوط إن أنا حارم آسر من أخوه أو من أمه. بالعكس. التربية النفسية الصحيحة بتقول ان هو يبقى مع اخوه ما بين امه وما بين ابوه. طيب حضرتك طلبت استاذ مصطفى او ان انا بساومها، يعني انا ما للاسف انا ما ساومتش استاذ مصطفى. لو سمحت حضرتك طلبت حق الرد، واحنا سمعنا حضرتك رد حضرتك على موضوع اسر، بس عايزين تبقى معانا لو سمحت مدام. خليك معانا على التليفون. معانا استاذه ولاء. استاذه ولاء مساء الخير. سمعتي استاذ مصطفى بيقول ان هو ما خطفش اسر وهو مش ملكية خاصة ليكي، ايه ردك على الكلام اللي قاله؟ هو مبدئيا بس انا بعت الصور كلها للاعداد اللي بتقول ان مصطفى كان مواظب على ان هو يشوف ولاده. بعت صور السكرينات بتاعت الشات بيني وبينه، انا كنت مع سامع ولاده يوم بيوم يوم بيوم، وانا قصده كلامي وهو تمام. الصور بنعرضها على الشاشة دلوقتي. تمام لو انا كدابة هو يرد عليا، انا كنت بحكي له يومهم عامل ازاي، انا كنت بقول له روح لهم الحضانة، خد لهم معاك ايه، ولادك بيحبوا ايه. انا كنت وانا مطلقه منه بروح لاهله لحد عندهم للبابا ولمرات بابا. انا عمري ما قصرت في الرؤيه يا مصطفى، احلفك على المصحف ان انا عمري ما قصرت في الرؤيه يا مصطفى، ما كنتش منعك من ولادك. المره الوحيده اللي منعتك منها لما انت ضايقتني في شغلي وقلت عليا كلام في شرفي وفي عرضي، ان هو كان المفروض عندك ان انا كنت لسه مراتك ما كنتش طلقت منك. طب مدام ولاء دلوقتي عاوزين نعرف راي الاستاذ مصطفى. مصطفى اتفضل، شو بتحب تحكي يعني على الكلام اللي هي بتقوله ده؟ ان هي كانت بتيجي بالولاد لغايه بيت والدي، الكلام دوت حصل مؤخرا بعد حصولها على حكم بالخلع،
لكن طول ما هي كانت مراتي وعلى ذمتي ما كانتش بتسمح لي ان انا اشوف ولادي مقايضة منها ومصاومة منها علشان تاخد حكم القلع علشان تاخد الطلاق. لكن الفترة اللي هي بتقول عليها ان هي كانت بتيجي بيت والدي حصل فعلا الكلام ده كان تزامنا مع محاولة مني ان انا ارجع العلاقة الزوجية تاني، وده كان مرتبط بشروط هي املتها عليا، الشروط دي انا ما وافقتش بيها. لما انا رفضت الشروط دي رجعت تاني تمنعني من رؤية الولاد وتمنع الولاد من رؤية ابوهم ومن رؤية جدهم وجدتهم. طيب استاذ مصطفى هي يعني فرحانة بيها، شيء طبيعي ان اصلا استاذ مصطفى لو سمحت لو سمحت استاذ مصطفى استاذ مصطفى لو سمحت انا دلوقتي بس عايزه اوجه سؤال لحضرتك وسؤال لمدام ولا. انا عايزه بس اعرف هو دلوقتي بعد كل الخلافات دي انا بسمع خلاف ما بينكم، يعني بسمع انا سمعت كلام حضرتك ردك وسمعنا رد مدام ولا. انا عايزه اعرف هو مستقبل ادم واسر فين بعد كل الخلافات دي؟ يعني هو حضرتك بتروح لمدام ولا بتروح مستقبلهم فين؟ بأحد الخارجين على القانون، واحد منتحر صفة صحفي وعليه أحكام بالنصب وعليه أحكام بالتعدي وبالسب والقصف على آخرين، بعد ما استخدمته في السب والتشهير ضدي وإن أنا أبقى مرة تاجر مخدرات ومرة أكون مطلوب للعدالة ومرة أكون مزور عمدة مدام ولا ومرة أكون متزعم تنظيم لقصف الأطفال، مدام ولا التشهير ضدي أنا أتوجه للطرق القانونية واشتكيته وبالفعل الشكوى بتاعتي تحت الفحص. لما هيثبتوا دوت هتتعرض هي للمساواه القانونيه وساعتها حضانه ادم هتقول زي ما حضانه اسر كمان هتقول للاب. تمام مدام ولا شو مدام ولا شو رد حضرتك على اللي سمعتي؟ انا بالفعل الاب بالفعل عليه احكام بالحق بالفعل، انا ما اتبليتش عليه ولا حاجه وفي رقم والحكم نازل على السيستم. انا كل اللي انا طلبته منه ان هو يوريني ابني او يسمعني صوته، طبعا هو رفض. المساومه اللي بيقول الكلام بتاع اسر اللي هو بيقول ان هو حصل طفل عنده 3 سنين هيفهم يعني ايه ماما عايزه تحبسك وخليني معاك وما تسافرش؟ ما هو لو مدام ولا احنا بياكلها الكلام هيدا ما بيهمنا الخلاف اللي حصل بينك وبين والد ولا اسر، ما حد يهمنا الاطفال. انا لحد اخر يوم لما اخر يعني دلوقتي عم تتكلم عن مشاكل شخصيه، يعني لا بس الاطفال شو مصيرهم؟ انا بتكلم عن موضوع التسليم، المشاكل الشخصية اللي ما بيني وما بينها انتهت يوم ما خرجت من بيتي ويوم ما طلبت ان هي تخلع قضائيا ويوم ما هي رفضت الحلول الودية لانهاء العلاقة الزوجية زي ما اي اتنين محترمين في الدنيا بينها علاقتهم الزوجية. استاذ مصطفى انتوا على الانهاء القضائي للمنازعة دي. استاذ مصطفى انتوا قاسمين الطفلين. استاذ مصطفى استاذ مصطفى انت 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 قاسم قاسمين الاولاد ان الطفل معاك وطفل مع مدام ولا، يعني كده بصراحه حرام انه كده. انت بسبب خلافاتكم حتى مفرقين الاخين عن بعض. انا هاخد ادم بالطريق القانوني بالاجراءات القانونيه هعرف اخد حضانه ادم ان شاء الله. طيب انا بس حابة اتشكرك استاذ مصطفى وبحب اشكر كمان الاستاذه ولاء، ويا رب تهدى النفوس واللي يهمنا بالاخير مصير ادم واسر. وبما